هقول لكم مقادير صوص السيزر. يلا بينا. البرطمان اللي ما بيتفتحش ده، استنوا حد يفتح لي البرطمان ده. كوباية مايونيز ومعلقة كبيرة مستردة، ربع كوباية عصير ليمون، فصين ثوم، أربع شرايح أنشوجة، ومعلقتين كبار جبنة بارميزان مبشورة، وملح وفلفل أسود. عايزين سباتشولا. يلا أنا هاخد الحاجات كلها هنا عشان نوفر وقت. مستردة على المايونيز اهي، ونيجي على الكبة بتاعتنا. هنحط كله، ومعاه هحط الأنشوجة، عصير الليمون، الجبنة البارميزان، وفصين الثوم، ملح قليل عشان في أنشوجة حادقة وفي جبنة بارميزان برضو حادقة، عندنا عوامل مالحة كتير جدا في الصوص ده. وبقى بيحب الفلفل الأسود قوي السيزر، ولو خشن كمان يبقى أحلى وأحلى. ويلا بينا. شكرا جزيلا. بقى عندنا صوص سيزر. شايفين المواضيع قد ايه بسيطه؟ حالا هختم لك. نشيل كل الفاضي ده، عايزين كمان نتخلص من دي. ونصبه في البرطمان. انا محتاجه حد يفتح لي البرطمان تاني. مش عارفه افتح البرطمان. فتحته خلاص. في احلى من كده؟ ما اعتقدش يعني ان انا محتاجه اوصفه. نازله.